مرحبا بحضراتكم مرة تانية. أي مبادرة إيجابية لازم نسلط الضوء عليها، خاصة لو كانت المبادرة دي جاية من شباب، وإحنا لسه بنتكلم عن موضوع الشباب وسن الشباب وسن المراهقة، ولازم نكون إيجابيين ولازم ولازم. النهاردة معانا نوع من الشباب مختلف شوية عن الشباب اللي بيروح ينسف ويفجر ويدمر ويموت. شباب قرروا إن هم يقوموا بحملة توعية من خلال مبادرة بتدعو للعمل والإنتاج. المبادرة اسمها شغلك فارق، ده هو عنوان الحملة اللي عملوها، والمبادرة اللي هي في الأساس فكرة مشروع التخرج بتاعهم لطلبة في كلية الإعلام بالجامعة الأمريكية. لو كل واحد فينا عرف قد إيه قيمة الشغل اللي هو بيقوم بيه، وقد إيه عمله أو شغله هيكون فارق حتى لو بيعمل حاجة بسيطة، ما كانش دي المرحلة اللي هتوصل اللي احنا وصلنا لها. في أمل؟ لسه في أمل. في أمل في إن احنا نبين للناس أو نوضح للناس إن مهما كان اللي انت بتعمله حاجة بسيطة بس هي فعالة في المجتمع، لأن أي مجتمع في الدنيا بيتكون من تضافر عدة مؤسسات وجهات وأفراد وأشخاص. الأفراد دول لو كانوا زي بعض بالظبط أنا عمري ما كان هيبقى عندي مجتمع، لأن مفيش مجتمع أحادي الجهة. يعني مستحيل ألاقي مجتمع مهندسين بس أو مجتمع أطباء فقط، لازم ألاقي تنوع. ما هو التنوع ده في النهاية اللي بيخليني عندي مجتمع كامل ومتكامل. مبادرة دي هايلة جدا جدا، وإحنا حبينا هنا في البرنامج إننا نسلط الضوء عليها ونقول إن لسه في إن شاء الله بصيص من الأمل. ضيوفي الكرام يوسف الحديدي وعمر عرفة، طلاب بكلية إعلام جامعة القاهرة، صباح الخير ونورتونا النهاردة. أنا مش هتكلم كتير، أنا اتكلمت كتير، أنا عايز أسمعكم أنتوا، عايز أسمع كلموني عن المبادرة. أي حد يبدأ؟ حابين تبدأوا ابدأ أوكي، وبعد كده ياسر. بس يعني بس هي جامعة أمريكية، هي مش جامعة، يعني هي مش جامعة القاهرة. أنا عفوا، هي جامعة أمريكية. أنا آسف. أوكي اتفضل. إحنا هو المبادرة هي جزء من مشروع التخرج بتاعنا. الفكرة الرئيسية إن إحنا كنا شفنا الوضع الاقتصادي بتاع البلد فيه مشكلة، في حاجات كتير ممكن تتعمل، حاجات اقتصادية وكده ممكن ناس كتير ما تفهمهاش، بس اللي احنا فكرنا فيه ان اللي ممكن الناس تعمله وبالسهولة ان هو كل يوم يصحى الصبح يروح شغله يعمله كويس وبتقان. وده مفروض ان هو مع الوقت هيحسن الوضع ويحسن الانتاج. تمام. يعني هي الفكرة كلها جات لنا اصلا من الحالة الاقتصادية، او مش حالة اقتصادية، من الركود اللي البلد فيه، ومن النفور اللي الناس حاساه يعني تجاه البلد. فده يعني ادانا يعني زي نور يعني بيقول لنا ان هو بدل ما انتوا يا جماعه يعني بمعنى متضايقين وكده، طب ما تشتغلوا وحولوا الطاقه السلبيه دي الى طاقه ايجابيه في شغلكم. حتى لو انت شغلك ده صغير يعني وبالنسبه لك ملوش اهميه، بالنسبه لنا ده ليه اهميه كبيره جدا 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 جدا. فهي الفكره مش ان انا شغال شغل بسيط فده مش هيفيد البلد في حاجه، لا، هو ده ممكن ده يفيدها في اي مجال من المجالات، السياحه، التعليم، ايا كان ايه المجال، بس مهما كان شغلك ده صغير وبسيط ده هيفرق مع البلد كلها. طيب تمام. يوسف كلمني عن الـ عن الـ عن البروجكت نفسه، عملتوه ازاي، البادجت، التفاصيل دي كلها. احنا البادجت كلها احنا ومعانا في الجروب مريم عفيفي ويوسف طنطاوي، قررنا احنا البادجت كله كان معانا احنا. انتوا اللي قمتوا بالتفاصيل كل دي كلها. عملنا البروجكت كان قسمين. القسم الاول نحاول الجزء الاولاني منه هو سوشيال ميديا على فيسبوك. كنا عملنا بيج وكنا بنعمل بوست كل يوم او اكتر ان احنا بنوري كل شغلانه هي مهمه. بغض النظر هي ايه، هي كل شغلانه مهمه بشكل. وبعدين الجزء الثاني كان اعلانات صورناها في الشارع و بنوضح يعني عاملين صوره توضيحيه للناس ان هو اي تقصير في الشغل، ان احنا كلنا عايشين في دايره واي حاجه هتقع منها كلنا هنضر، واولهم برضه الاثر في الشغل. هي يعني هو المشروع كله قايم على فكره اللوب ايفكت، اللي هو لو تخيل ان في يعني هاف سيركل، نص دايره فيها الدومينوز اللي هم الدومينو. لو انت الشخص المهم او الشخص الكبير وهنا الشخص الصغير، ده لو وقع من هنا كل هيوقع ده الصف هيوقع كله. ولو الصغير من لو اصغر صحيح. عامل في المجتمع برضه وقع من الناحيه دي هيوقع كل المجتمع. فالفكره مش ان انا انا في مركز كويس او في شغل كويس وانا مثلا
هنا في مركز اقل او شغل اقل، ده مش بيقلل من قدراتك ولا بيقلل من شغلانتك ولا بيقلل من اي حاجه، عشان كلنا هي يعني هي منظومه كامله كلنا عناصر فيها. بالزبط. طيب نتكلم بصراحه ولا نتكلم كلام برامج؟ لا صراحه. طيب انتوا لما فكرتوا في الفكره دي فكرتوا قلتوا تعملوا حاجه تكون مور تاتشنج مع الناس البسيطه، ولا فكرتوا ان انتوا عايزين تعملوا حاجه تخدم المجتمع والوضع والبلد، ولا فكرتوا ان انتوا تكونوا اكثر مثاليه فاخترتوا الموضوع ده؟ فكرتوا ازاي؟ خليني اسمع يوسف عشان هو ما اتكلمش كتير وبعدين اسمع الجواب. الفكره ان لا، ان احنا كنا بجد هو الموضوع فارق مع الناس كلها، وموضوع الناس كلها اتضرت من اللي حصل في الفتره اللي فاتت. صحيح. فكان احنا كنا مهتمين قوي ان اي شغل صاحب اي شغل، حتى ان احنا مثلا كنا عاملين حاجه ان الناس بتنتراكت معانا، الناس كانت بتبعت لنا شغلها. فلما الناس كانوا مثلا يبعتوا لنا واحد ان هو بتعمل اكل في بيتها، او بيعمل مراكب شكل مراكب صغيره، اي الحاجات دي كلها خلت الناس تنتراكت معانا، كل واحد يحس قيمه شغله. فهو مش موضوع كلام مثالي، احنا بجد عايزين الناس تشتغل، بس الحقيقه ان احنا ما نقدرش نحرك حد، كل نقدر نعمله ان احنا نحفز الناس، ده كان هدفنا من المشروع. صحيح. طيب هاي عمر، يعني زي ما هو كان بيقول يعني، او لا زي ما انت كنت تقولي، هي الفكره مش فكره يعني مثاليه او حاجه. لا انا ما كنتش باجزم، انا كنت بقول ايه يعني، ايه الفكره، ايه اللي خلاكم تعملوا ده ولا ده ولا ده؟ كان عدت الاختيارات. يعني بصي انا هبدا لك من الاول خالص. احنا يعني احنا مهتمين يعني باربع حاجات: التعليم، السياحه، البطاله، واللي هم الاطفال اللي هم بيشتغلوا اللي هم تحت السن. طيب التعليم، عشان مصر ده في اخر ريبورت كانت معموله ان مصر في المركز ال 139 من 140 على العالم في المنظومه التعليميه. لو كل مدرس اخلص في شغله ولو المنظومه اتغيرت، الموضوع هيبقى مختلف تماما. ايوه. طب خليني اعرف منك، انت شايف انه ازاي منظومه التعليم تتغير؟ المناهج تتغير. ده يعني انا في ناس صحابي متجوزين ومخلفين، ولادهم بياخدوا نفس المناهج اللي هم خدوها من تحت ياخدوا. يعني انت حضرتك فهماني؟ ف يعني نغير من المنظومه ونغير من طريقه التفكير، اللي هو يعني زي ما يوسف حتى كان بيقول على الراجل اللي هو بعت لنا على البيج اللي هو بيعمل المراكب والحرف دي. لو اخذنا الراجل ده يعني كمثال، ويعني هو عملنا له مثلا ورشه او عملنا له حاجه صغيره، دي هتفيدنا في السياحه. صحيح صحيح. يعني هي الفكره كلها كده. تمام. اتفضل. احنا كان قصدنا في حاجه ان هو موضوع تغيير المناهج وزي برضو الاجراءات الاقتصاديه والحاجات دي كلها بعيده عننا، ممكن ناس كتير ما تفهمهاش، لكن فعلا اللي مطلوب من الناس دلوقتي حتى لو مهما كانت الظروف، معلش اصحى الصبح من فتره اشتغل وحاول، يمكن دلوقتي مش المرتبات ما عليتش قوي، ممكن ظروف صعبه شويه، بس اشتغل للمستقبل. واحنا اختيارنا للسياحه والتعليم بشكل اساسي كان لسببين. ان السياحه، رجوع السياحه هو هيكون حل اساسي او حل سريع للرجوع لتحسن الاقتصاد ووضع الاستثمار وكل حاجه، والتعليم هو حل بقى لقدام، ان احنا عايزين التعليم اللي هيرجع كل ده، هيرجع كل ده، بس كحل فاخترنا ان هو يعني فكرنا في حل المدى القصير، حل المدى البعيد. صحيح. طيب برضه هكلمكم بصراحه اكتر، ممكن ناس بتضحك ليه؟ طيب بجد والله، ممكن ناس تكون بتتفرج علينا دلوقتي فيقولوا ايه، انتوا طلاب في الجامعه الامريكيه جاي انتوا نظروا علينا وعاملين لنا برامج وحاجات، انتوا حياتكم مرفهه. انا بتكلم كلام منطقي انه ممكن حد يشوفنا يقول كده. انتوا في حياتكم، انتوا طلاب في الجامعه الامريكيه، الناس بتبقى اخده فكره ان طلاب الجامعه الامريكيه بعيدين وعايشين على هامش المجتمع ومش متفاعلين داخل الحياه وما بيحسوش بمشاكلنا وما عندهمش مشاكلنا. انتوا تردوا على الناس دي ازاي؟ هرد اقول ان احنا كلنا عايشين في نفس البلد، محدش فينا منعزل، كلنا بنتعامل مع بعض، ومفيش حد عايش في جزيره لوحده، فاحنا كلنا حاسين بمشاكل، والمشاكل حتى لو كانت اثرت على ناس طبعا اكتر مننا، فهي طبعا طبعا اثرت يعني اثرت على كل واحد. حتى لو ممكن ما يدخلش ان هو بنفس الطريقه، بس طبعا كل الناس اتاثرت. صحيح. انا هكمل كلام يوسف طبعا. اللي هو لو زي ما الناس بتقول ان احنا عايشين منعزلين وكده، موضوع الدولار
لما تعوم ولما تعوم 100 جنيه والكلام ده. طب يعني طب ما احنا اتاثرنا اكيد، يبقى ازاي المجتمع كله اتاثر؟ ايوه يبقى يعني يبقى ازاي بقى احنا عايشين يعني منعزلين؟ طب ما احنا معاكم في نفس المجتمع. هي الفكره ما بقتش انتوا واحنا لا، هو احنا يعني احنا زيكم زينا. هي الفكره مش انا بحاول، انا على فكره مستوعبه ده كله. لا انا بتكلم في انه احنا بنسمع ده دلوقتي، ان الجابات بقت في المجتمع، او الناس اللي بتحاول تفتت، او الناس اللي بتحاول تفرق وتقول لك لا وانت مالك خليك في حالك، لا وانت مش متضرر زيي. فانا مبسوطه وسعيده ان انتوا في اختياركم للبروجكت او لموضوع البروجكت اللي انتوا عملتوه، انا سعيده جدا بالفكره دي. ولما اتكلمنا حتى مع الاساتذه في الاعداد وعرضوا الفكره، انا كنت يعني عجبتني قوي الفكره، لانه ان انتوا ممكن تكونوا بالفعل مش متضررين زي ناس كتيره موجوده في المجتمع، فئه بسيطه، ولكن انا شايفه وعندي رؤيه للمجتمع بتاعي كله، مش انا عايشه في دايرتي بس. يعني انتوا كان ممكن ناس تانية غيركم تختار موضوع تاني، مثلا السفر بره، الحياه، سوشيال ميديا، انترنت، الحاجات دي كلها، بس انتوا اخترتوا موضوع ملامس لواقع المجتمع اللي انتوا عايشين فيه، يعني أزمة بتمر بيها البلد وانتوا عايشين داخل البلد، فبالتالي اخترتوا الموضوع ده. انا مش عارفة، احنا معانا اجزاء من المشروع يا جماعة، ممكن نشوف جزء او نشوف صور او تعرضوا لنا حاجة. هم طيب الاساتذة بيجهزوها وهنعرض، ادونا فكرة بقى قبل ما نتفرج. هو احنا الفكرة الرئيسية ان احنا بنصور الموقف كبيبدأ من الضرر اللي حصل. يعني بنشوف الراجل اتضر ليه الموجود في البطل الاعلان او الشخصيه الرئيسيه في الاعلان، فبنشوف هو اتضر ليه. هنرجع بقى نلف نلاقي ان الموضوع بسبب اهمال ما او تقصير هو قصره في شغله، الموضوع اتلف ان هو اتضر. وعملنا 3 نماذج عن المدرب، عن التعليم والسياحه وبطاله وعمل وعملت الاطفال. طيب انا هرجع اخد منكم تعقيبات، وخلينا بس نشوف الاول اجزاء معانا. الفيديو جاهز، اتفضلوا نتفرج عليه. بيتك وقع؟ بص لي هنا انا بكلمك. زعلان ليه؟ ما تزعلش يا حرام، مسكين. ها 10 سنين شغال مدرس شقيان وشاع عمرك كله راح، ربنا يعوض عليك. طبعا انت بتقول انا ذنبي ايه؟ انا هقول لك انت ذنبك ايه. اللي بنى العماره دي كان طالب عندك اهملت فيه زي غيره كتير. خليك فاكر التعليم مستقبل اولادنا، ما تقولش مش فارقه، شغلك فارق. طيب احنا شفنا جزء من البروجكت، خلينا نسمع منكم. انا شايفه ان في حد عامل ناريشن وحد تاني بيجسد المعاناه او المشكله، خليني بقى اسمع شرح منكم. اتفضل. الفكره كلها ان احنا حاولنا في الثلاث اعلانات او الثلاث نماذج ان احنا في حاجه عندنا في اعلام او عندك طبعا، ان احنا كسرنا حاجه اسمها الفورث وول، اللي هو انت يعني دي حيطه، انت اللي هو يعني انت مفيش حد بيرد عليك، فانت اللي بتتكلم مع يعني مع المين. فيعني فدي كانت الفكره، ان يعني هو بيكلمه اللي هو الافتر ماث اللي هو عمله، فهو ده جه عليه في الاخر، اللي هي برضه زي ما قلت لك انا في الاول اللوب. فيعني هي دي كانت فكره كل فيديو من الثلاثه، حتى اللي هو الاعلان الثاني اللي هو بتاع السياحه، يعني برضه اللي هو ده سواق تاكسي كان بيقول له فاكر معرفش لما كنت بتعمل ايه، ما هو ده كان سبب من الاسباب ان هو اللي عمل فيه كده دلوقتي. صحيح. واحنا اخترنا ان المشروع يكون او التصوير يكون في ان الراجل فعلا بيته واقع وشكله يكون حقيقي قوي، هو بيته واقع، ان هو فعلا الطالب اللي هو درسهم اهمل هو كمان في شغله بسبب ده بيته واقع. فاحنا كنا بنحاول نبين ان هو فعلا اي تقصير اول واحد هيتضر هو الشخص المقصر نفسه، الشخص المقصر. طيب معنا فيديو سياحه، نشوف فيديو سياحه. اتفضلوا. وقعتش يا ابني عنوته برضو يا اسطى، الحساب يجمع يا سيدي. شغلك واقف، الحاله صعبه، الله يكون في عونك. لا مالكش ذنب طبعا، فين ايام ما كنت بتاخد من السائح ضعف الاجره؟ ما هو ده سبب من الاسباب انه ما جاش تاني. خليك فاكر السياحه مهمه، ما تقولش مش فارقه، شغلك فارق. وانت بتضحك على ايه؟ ما تقوم تشوف لك شغلانه بدل قعدتك على القهوه دي. دلوقتي بياخدوا ضعف الاجره، ما بطلوش ياخدوا ضعف الاجره. طيب انا يعني انا عايزه بس اعقب على اللي انا شفته. انا شايفه ان انتوا اخدين لوكيشن، متخيلين لوكيشن حقيقي وقريب، يعني ما نحسش ان انت مثلا في مغالاه في اللوكيشن، لا انا شايفه انه واقعي جدا ومنطقي.
وكان ان ان كان الناريشن ده بيرد على الشخص بيقول له يعني منك واليك، يعني انت ال 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 النواه اللي بدات بالخطا ولف ورجع لها مره ثانيه، انت المين بتاع بتاع الموضوع. اسمع برضو منك. احنا هنا اخترنا ان يكون الموضوع عن السياحه. احنا هنا بدانا ان هو الراجل بيكلمه ويقول له فين ايام السياحه لما كنا بتاخد من السياح ضعف وضعفين الاجره ومبسوط، بس هو في الاخر فبيفاجئوا بقى وبيصارحوا بحقيقه ان هو اللي هو عمله خلى السائح يقرر انه ما يجيش تاني. هو نتيجه ده ان هو زي ما احنا شفنا في الاعلان هو قاعد على القهوه معهوش حساب حتى يطلب، معهوش فلوس يطلب حساب شاي تاني. فاحنا اشتغلنا على الفكره دي. صحيح ان هو التاثير هيبقى صعب وده من نتيجه افعالك مش نتيجه حاجه ثانيه. الفكره كلها ان احنا اخترنا السياحه يعني كالموضوع التاني، ان في عجز في الموازنه 18 مليار، وان السنه اللي فاتت يعني هي 2015 عدد السياح كان 3 مليون وشويه، السنه دي قل مثلا يعني بدل ما كان 3 مليون ونص بقى 2 مليون ونص، فهو شبه قل يعني 1 مليون. فاحنا اخترنا الموضوع ده عشان احنا المفروض ان احنا يعني نزود السياحه، احنا بنتحسن احنا مش بنرجع لورا. فانت لما انت تبقى جزء حتى يعني هو انا مش بقلل من يعني من سواق التاكسي، لا طبعا حاجة. لا طبعا دي كلها عوامل. لا 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 صحيح يعني انت يعني انت جزء من الدايره كلها، فانت صحيح. لما انت تقع فانت عملت قطع في الدايره، فده مش هيخلي يعني ده مش هيخلي المنظومه كلها تكتمل. بالظبط. طيب نشوف اخر فيديو اتفضل. بقول لك يا ريس، هقول لك كلمتين بس قبل شايك. مش بدل ما انت مشغل عيال الصغار ده معاك، شغل حد من الشباب اللي كانوا قاعدين على القهوه، وتسيب الولد ده يروح مدرسته. ما تقولش مش فارقه، شغلك فارق. اسمع منكم تعقيب. احنا هنا اعتمدنا ان استخدمنا الشباب بقى اللي هم كانوا قاعدين على القهوه في الاعلان الاولاني، احنا رجعناهم تاني. هو بيقول له هو مشغل طفل، فبيقول له بدل ما بتشغل الطفل ده ممكن تسيبه يروح مدرسته وروح شغل الشباب اللي قاعد على القهوه. صح، ده المبدا يعني ان هو. وبرده احنا اخترنا يعني فكره ال يعني هو عملت الاطفال والبطاله، عشان عملت يعني 9.8 من عدد الاطفال في مصر دول بيشتغلوا هم تحت السن القانوني. انتم مذاكرين وعاملين احصائيات لا دي حقيقه، انتم متابعين وعارفين انتم بتعملوا ايه والازمه ايه، مش عاملين حاجه يعني. فهي دي كانت الفكره، ان 9.8 من عدد الاطفال اللي في مصر تحت السن، يعني اللي هو طب ما انت عندك بطاله قد كده، طب ما تشغل دول وتسيب دول يتعلموا. حتى لو انت برضو احنا بنرجع برضو لنفس النقطه، حتى لو انت شغلك ده بسيط يعني هو في ورشه مثلا يعني حتى لو شغلك ده بسيط، طب ما تاخدهم يشتغلوا معاك. بالظبط. صحيح. انا بشكركم جدا وسعيده جدا باللقاء ده، وانتوا نموذج احنا اكيد سعداء بيه، ونتمنى ان يكون عندنا عناصر كتير زيكم موجودين في المجتمع. ما تقولش ماليش دعوه، ما تقولش لا، تكون قريبه جدا لمجتمعها، تشوف ايه المشاكل اللي بتمر بيها بلدها وتحاول ان هي تصلحها. ممكن تصلحها باعلان، ممكن تصلحها بفن، ممكن تصلحها بفكر، ممكن تصلحها بتويته، ممكن تصلحها ببوست على الفيسبوك. بالامكانيات اللي عندك ممكن ان انت تساهم بشكل ايجابي في ان انت تغير فكر، او تكون طوبه هتبني في النهايه وطنك ومجتمعك. فانا سعيده بيكم جدا جدا، وان شاء الله نشوفكم بعد الجرادويشن بقى، نشوف هتقدموا لنا ايه وهتعملوا ايه للبلد اكيد، وانتوا كده قبل التخرج، فاعتقد ان بعد التخرج الموضوع هيختلف معاكم كتير، كمان هيكون افضل كمان. اسمع منكم كلمتين في النهايه وعشان قبل الختام. احنا كل اللي احنا بنقوله للناس ان فعلا اشتغل حتى لو مفيش، حتى لو الظروف مش كويسه، واكيد هتلاقي نتيجه لعملك، وان شاء الله هتفرق معانا كلنا ومعاك اول واحد. هكمل اللي يوسف قاله، ان لو انت امنت يعني بشغلك ده بجد وحسيت بقيمته حتى مهما كان هو صغير، هتفرق كتير. يعني البلاد كلها بتقوم مش بشخص، هي يعني لازم كلنا نبقى مع بعض عشان البلد تقوم، ومش في سنه ولا اتنين ولا 10، ممكن برضو يعني تاخد وقت. انا والله سعيده جدا ان انتوا في السن ده وشايفين ومستوعبين الكلام ده. يعني احنا بجد النهارده انا مبسوطه باللقاء، لسبب لان احنا دايما نقول ايه، الشباب والعزوف والشباب الناقم والشباب الزعلان والشباب الحزين والشباب البعيد عن لا،
احنا عندنا مش كل الشباب كده، في شباب قريب جدا لمجتمعه وشايف الواقع اللي هو فيه ومتفائل وعايز يبني بلده. انتوا شرفتونا النهارده بجد، وان شاء الله يكون لنا لقاءات تانية. يوسف الحديدي وعمر عرفه نموذج لشباب مصري ايجابي جدا وفعال جدا وعايز يبني في مجتمعه وشايف ان مجتمعه هيتطور للافضل، وشايفين الصوره فيها تفاؤل والصوره فيها امل، وده اللي احنا عايزينه الفتره الجايه. عايزين لما بنقول ان جهات كتيره تتحد مع بعض عشان في النهايه نوصل لمستقبل افضل، والشباب دول هم اللي هيبنوا مستقبل مصر الافضل. سعيده بيكم وشرفتونا، ان شاء الله يكون لنا لقاءات تانية. وانا كمان بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا، كنا معاكم النهارده في صباحك عندنا، اتكلمنا معاكم في ابرز واهم الموضوعات، وكمان كان معانا ضيوفنا الكرام. احنا مستمرين مع حضراتكم ولكن بعد الفاصل.